السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. عندك اجازه؟ لا. نعم. اعطيني اجازتك. شنو مخالفتك؟ والله مخالفتي ما لابس حزام. عاشت ايدك، ليش ما لابس حزام؟ والله توني دبيت مضايق منه. اوكي، تعرف ايش قد غرامه المخالفه؟ والله ها؟ سامع بيها 200. سامع بيها 200، ايش قد غرامتها؟ غرامته 50,000. 50,000، اوكي، انت على باب الله، ال 50,000 تفيد عائلتك لو تعطيها غرامه. لا والله صح؟ ارتدي لي حزام الامان. بعد عندك مخالفه. ملصقات زينه. ايه. ملصقات زينه. وفيما يخص قيادته لنوع المركبه، هل ضمن اختصاصه؟ نعم، هو ال نشوف اجازتك. اجازته بعد امام الكلب. اجازته خصوصي. خصوصي ايه. تمام؟ خصوصي نعم. اجازته خصوصي وانت تعمل بسياره نقل الركاب اللي هي اجره. وعندك مخالفه اخرى اللي هي شنو؟ الملصقات الزينه. ايش بيهم ملصقات الزينه؟ هم ممنوعات. هم ممنوعات، رحم الله والديك. نصيحتك لنفسك والى اخوانك سائقي المركبات. نعم. شنو نصيحتك لاخوانك؟ او نصيحتك لنفسك عوفك، لان هسه انت عندك كم مخالفه؟ مخالفتين. مخالفتين، تمام. لا، هن ثلاث مخالفات. اي نعم. يلا خلينا نعد وياك. اول مخالفه عدم ارتداء حزام الامان. ثاني مخالفة فيما يخص الإجازة ما متخصصة بنوع المركبة. ثالث مخالفة هي فيما يخص والله الإجازة انطوني اياها خصوصي، قالوا ما تطلع عمومي بالبداية. ايه صحيح لو مو صحيح؟ ايه انطوني اياها خصوصي. تمام. قالوا ورا شهرين ثلاثة تجي تبدلها. وانت من يمك مباشرة اعطيت لنفسك إجازة عموم. هو المرور قال لي تطلع خصوصي بالبداية. لا، عندنا اكو سائق مركبه هو عمره اللي ما يسمح، مو المشكله المرور اللي قالوا. اخويا كسائق مركبه تقدر مباشره تطلع عمومي، لكن عمرك ما يسمح لك تطلع عمومي. ليش؟ لانه يحق لك تقود مركبه خصوصي، صح؟ هسه فيما يخص هذه المخالفات شنو اجراكم؟ المخالفات حسب الاختصاص، الحزام غرامته 50,000. نعم. والإجازة أهم 50,000. نعم. والملصقات الزينة 200,000. نعم. زين، ملصقات الزينة هو التقاريها إيش كاتب؟ إيه. إيش كاتب؟ شوف الزمان شلون حيرني وياك، لا ايه؟ أقدر أشوفك ولا أقدر أنساك. هسه شنو الحل؟ الحل غرمك. الحل غرمك؟ مو تنساه. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة، ربي يحفظك.